حالات جوية فرعية منتظرة في هذا الأسبوع ما بين بعض الأمطار في بعض المناطق ورياح نشطة في مناطق أخرى. التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد. شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير نبدأ هذا الأسبوع بتأثير لحالة جوية فرعية تتمثل بتأثر أجزاء من المملكة لا سيما المناطق الشمالية بامتداد لمنخفض جوي. نهار هذا اليوم الأحد يتوقع تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في أغلب مناطق المملكة مع نشاط واضح للرياح في المناطق الجنوبية وحتى الشرقية المملكة قد تثار على إثرها الأتربة والرمال. بعض الأمطار متوقعة بمشيئة الله تعالى في ساعات ما بعد العصر في المنطقة الشمالية على وجه التحديد، ربما تصل بعض الزخات إلى الأجزاء الشمالية الغربية من المناطق الوسطى. إجمالا الأجواء مستقرة لكن فرصة الأمطار تكون متركزة في المنطقة الشمالية من المملكة. درجة الحرارة العظمى تصل في إربد إلى 19 درجة مئوية، 15 في العاصمة عمان، 14 درجة مئوية في جبال الشراء، 18 درجة مئوية في المنطقة الجنوبية في البادية الجنوبية، 27 درجة مئوية في العقبة و 22 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. يستقر الطقس يوم الاثنين وتسود أجواء مستقرة ومشمسة في مختلف ومعظم مناطق المملكة. الأجواء تكون مائلة للبرودة في ساعات النهار لكنها تكون باردة نسبيا في ساعات الليل. تكون في العاصمة عمان 16 درجة مئوية، 19 في إربد، 17 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 14 درجة مئوية في جبال الشراء، 16 في البادية الجنوبية ومدينة معان، و 26 درجة مئوية في العقبة. يوم الثلاثاء يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية إجمالا على المملكة، تتكاثر كميات من السحب والغيوم وتغطي سماء المملكة كميات لا بأس بها من السحب والغيوم تحجب أشعة الشمس على فترات، ويتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الأمر الذي يزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح. درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة 16 درجة مئوية لكن الإحساس بدرجات الحرارة سيكون أقل من ذلك نتيجة عدم وجود الشمس في بعض الفترات ونشاط في سرعة الرياح. 19 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 15 درجة مئوية في جبال الشراء، 19 درجة مئوية في البادية الجنوبية و25 درجة مئوية في العقبة و18 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. أما يوم الأربعاء فتتأثر المملكة بحالة جوية فرعية أخرى يتوقع أن تتأثر بها مناطق المملكة، تتمثل بنشاط واضح وكبير في سرعة الرياح وامتداد لتأثير منخفض جوي يتركز من جديد على المنطقة الشمالية للمملكة على وجه التحديد. يوم الأربعاء يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل واضح، الطقس سيكون بارد بشكل ملحوظ، نشاط واضح لسرعة الرياح التي أيضا تزيد من الإحساس بالبرودة، وأجواء مغبرة يتوقع تسود في مناطق واسعة من جنوب وشرق المملكة، ربما يصل أيضا أو تصل بعض موجات الغبار حتى إلى المنطقة الوسطى من المملكة. درجة الحرارة في العاصمة عمان 12 درجة مئوية في ساعة النهار وصولها 8 درجات، 14 إلى 11 في المنطقة الشمالية وفي إربد، 11 إلى 6 درجات مئوية في جبال الشراء، 15 درجة مئوية إلى 6 درجات في البادية الجنوبية، و24 درجة مئوية إلى 15 في العقبة و17 إلى 8 في البادية الشرقية. أيضا هناك فرص للأمطار في المنطقة الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء خاصة مع ساعات المساء والليل. يوم الخميس تبقى فرص الأمطار حاضرة في المنطقة الشمالية ولكن باقي مناطق الأجواء مستقرة إلا أنها باردة بشكل عام في أغلب هذه المناطق. درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة بقليل. درجة الحرارة العظمى 13 درجة مئوية في العاصمة عمان، 12 في جبال الشراء، 15 درجة مئوية في مناطق الشمال وفي إربد، 15 درجة مئوية في البادية الجنوبية، 24 درجة مئوية في العقبة و18 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. نختم توقعات هذا الأسبوع بازدياد تأثير المرتفع الجوي السيبيري على المملكة، حيث من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية بشكل لافت في مناطق عدة تزيد من الإحساس بالبرودة مع بقاء الأجواء مستقرة إجمالا في كافة المناطق وظهور لبعض السحب والغيوم متوقع لكن من النوع غير الممطر. درجة الحرارة في العاصمة عمان 17 درجة مئوية في ساعات النهار الصغرى 10 درجات ولكن قد يكون الإحساس بالبرودة أكثر من ما هو مكتوب من ناحية درجات الحرارة كون درجات الحرارة
الملموسة تكون منخفضة بسبب نشاط سرعة الرياح. 18 إلى 13 درجة مئوية في إربد، 16 إلى 10 درجات مئوية في جبال الشراء، 18 إلى 10 درجات مئوية في البادية الجنوبية. ارتفاع لافت درجات حرارة العقبة تصل إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا حوالي تقريبا 19 درجة مئوية، ومن 18 إلى 10 درجات مئوية في البادية الشرقية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة لهذا الأسبوع، الأسبوع تقريبا الأول من شهر ديسمبر كانون أول لهذا العام. المزيد من التفاصيل دائما تجدونها عبر تطبيق طقس العرب أو الموقع الإلكتروني. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.